أشهد الله الذي لا إله إلا هو أنني ما دعوت الله بهذا الدعاء إلا استجاب لي وقضى لي حاجتي. أقول لكم بعد التجربة، إذا كان لك عند الله حاجة، رزق، ولد، زوجة، أو إلى أحد من بني آدم، موظف، مدير، مسؤول، أيا كان، ما عليك إلا أن، اسمع جيدا، تتوضأ فتحسن الوضوء، ثم تصلي ركعتين، ثم تثني على الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ثم سم حاجتك وسل الله ما شئت من أمر الدنيا والآخرة، فإنه يقدر لك بإذن الله تعالى.